ما تقول لنا يا دكتور كده كام وصفه سحريه للساده المشاهدين عشان خلاص نسجلهم كده عندنا بما ان الاسعار زادت وارتفعت، فقول لنا كام وصفه سحريه كده للشعر في الشتاء يبقى مترطب وجميل، وصفه تانية للقشره ووصفه كمان للبشره. احنا النهارده وصفات النهارده احنا اتفقنا ان احنا دايما بنغسل شعرنا بميه دافيه. خلينا في الفتره دي يبقى يوم بعد يوم. تمام. لان لما هنطول هتبقى في قشره. فدي انا بتخلص كده من القشره. أوكي. استخدم شامبوهات القشره وبلاش الشامبوهات المستورده، استخدم الشامبوهات المصريه. ودايما بقول للناس ما تصدقوش حكايه الماده الفعاله بره وجوه، وده كلام فاضي. هي هو ونفس التاثير. وبستخدم شامبو القشره ازاي؟ انا بغسل شعري واعمل تدليك لفروه الراس واسيبه 5 دقائق واشطفه، يبقى كده انا اتخلصت من القشره. لو في حاله القشره جامده قوي هضطر طبعا الدكتور يكتب لي ادويه. لان ساعات في بتبقى قشره حاجه ثانيه غير قشره الشعر زي الصدفيه. او الحساس، في امراض بتعمل او فطريات او حساسيه فروه الراس. اما هي لو اكزيما وفيها قشره ممكن تعمل حاجه زي كده. طب ايه الحاجات الطبيعيه اللي ممكن نستخدمها ترطب شعرنا؟ احنا بنسمع بقى جوز هند وزيت لوز وزيت زيتون وشيا باتر وبذور الكتان وحاجات كده. احسن حاجه وتوم وجرجير وحاجات كتير. لا لا، احسن حاجه زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو ان انا اعمل حمام زيت لوز حلو، اعمل تدليك بيه واسيبه عليه، ده بيعالج التقصف وبيعالج الهيشان وبيعالج الجفاف وبيغذي الشعر. زيت اللوز الحلو ده ممتاز. طب لو قلنا بقى وصفه لترطيب الوش هنقول ايه بالظبط؟ برضو زيت اللوز الحلو، برضو نفس الزيت. هايل. في دراسات علميه عليه كتير جدا. بدهن وشي بزيت اللوز الحلو بالليل، حلو جدا البشرة. ونبيته على وشنا يعني، وتقول لها كده يا روزه يا جميل. الله على الجمال. هي ازازه زيت اللوز حلو يا مقشره كله خلاص لياتي بيها بقى كل حته. طب هو فعلا جوز الهند، زيت جوز الهند بينشف الشعر وبينشف البشره؟ هو اللي فعلا لاحظنا بينشف زيت الزيتون. معقول؟ معقول ده عكس كل التوقعات. ناس كتير تلاحظ بيستخدموا زيت الزيتون. دكتور حضرتك بتصدمنا. هو كويس قوي للشعر. بس ممكن يغير لون الشعره وساعات ينشفها. يغيره ازاي بقى؟ يعني بيغمقه. يعني الناس دايما شعرها فاتح بتحاول ما تحطوش لانه بيلاحظوا انه بيغمق شويه. طب في ناس بقى بتحط، ودي حاجات انا بشوفها دايما على السوشيال ميديا، وببقى يعني تحط بيض وعليه مايونيز. صح. يعني بتحط، هنطبخ بقى نشوف الوصفه. بشوف وصفه فعلا انا ببقى فاهمه ان هي كيك مثلا حاجه، فلاقيها حطيتها على شعرها. فهل الحاجات دي فعلا كريم كراميل؟ اعتقد ايوه بالظبط كريم كراميل. اه والله. فهل الحاجات دي فعلا افكتيف؟ يعني انا ايه اللي يخليني استحمل حاجه زي كده؟ اصل بيض وزيت صعبه قوي يعني، فايه اللي يخلي حد يستحمل حاجه زي كده الا لو كانت ليها تاثير ولا ملهاش؟ يعني هو بصي، لو الشعر جاف الحاجات دي هتطريه شويه. بس يعني بلاحظ ان هي فيها يعني لغواصه جامده قوي والله كتير قوي. وبعدين يعني حته المايونيز، وبعدين يعني البيض كمان يعني مش رخيص. فاحنا بنساعد الناس على انها تستخدم الحاجات اللي مش غاليه. فالجا للحاجات اللي زيت اللوز الحلو. زيت اللوز حلو. طب والعسل الابيض للوش يا دكتور بقى راي حضرتك ايه فيه؟ بيقولوا ان ده مفيد جدا وقت ما يكون في حروق. هو انا بستخدم العسل الابيض في علاج الهربس. اه حلو قوي. اوكي.